السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، فيما كنتم كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. السلام عليكم مزيغ النوف في مزيغين، ماني مفجان ماني مفجان، ان شاء الله هاتيرين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. جمعه مباركه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه وما تمنيتوا في حياتكم ان شاء الله. جمعه مباركه على جميع المسلمين يا ربي امين. هاد النهار حنا درنا طاجين في هاد البرد، ها نتوما كيما كتشوفوا طاجين ديالنا على المجمر. دابا راه غير البرد غير وقت المجمر. شتو انا المشاهدين الاعزاء، خويا سمي در وقت المجمر نهار هكا مامي طاخ في المجمر، درنا القنيه مع بطاطا كذا يسقن لنا اك بطاطا. غادي نوريكم دابا المرميطه ها هي كطيب واني حاضيها. حاضيها حتى الطيب قحضي اختي رغاثم وحمير داني تسخنت المجمر زوين يا الخيرات والله الحمد لله. اللهم لك الحمد مع هذا البرد الموجة البرد وربي يرحمنا الحمد لله. تحت الشتاء الى حتى نتوما تحت عندكم الشتاء، حنا البارح تبارك الله ما شاء الله تحت في الليل. نجاو مني غير المشاهدين عزان الله ديك ساعه غنصا سجيرف يا الخان الحمد لله يجنا الخان سيد عبد مقرن اللهم لك الحمد. وذي مجمع الصباح نفع السحمة ايوا دوم تسينا من غاريده نيتا دي ماميتا وشان السيورة نكمل واري ان شاء الله. ها هو الطاجين ديالنا على المجمر، قنية معها بطاطا. ها قوم المشاهدين طاجين نخر مجمع اقنى النير كيس بطاطا بسم الله، زيدو شوية ديال الماء نخليوه يطيب ويتجمر على خاطرو. هاد النجا ديوم غادي يجمع خرخاضة النص قوم المشاهدين في هاد البرد مكينفع غير المجمر. ايوا هانتوما المشاهدين شفتوا الطاجين ديالنا ديال القنيه، انا كتعجبني القنيه كيعجبني كثر الراس ناكل الراس كتعجبني وكل النيق كتعجبني قطع هذا الشغل جدي فما عرفش. بما انه يوم الجمعه قلت نغتنم نشارك مع المتتبعين ديالي واحد الدعاء قريته وحتى انا كنقراه وقلت نشاركه مع المتتبعين ديالي نستافدوا كاملين منها تذكير ليا ومنها استفاده اللي ما عمرو ما سمعوا. المهم اللي التناسي دابا حنا ماشي ما كنسمعوش ولا ما كنقراوش، ولكن الفتن ديال الدنيا وكنتناسى وكنديروا الحاجه مره وكنسمحوا. باش نجاوب مني غير المشاهدين الاعزاء يجن الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ني غسيت شعب غير كل المتتبعين لينو زي سد فكاع غيخفينو زي سد كنو فكاع وركني وتجي بنات مويسين ولكن بنات يرهاغ وينتن غير مفاتين الدنيا. الصراحة أنا كير حاجة لي جمعة واش هذا يسمح؟ إي والله يثبتنا الله يثبتنا إن شاء الله هاي اللي نتمنى يا ربي العالمين. واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيما قلت لكم مزيان بزاف الديون، يعني صراحة يعني المعيشة في هذا الوقت الحالي ولات صعيبة ولا الإنسان بزاف كيكون فيه الديون. زعما الصراحة الله يفك ديون جميع المسلمين. هو الحديث اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك مزيان، يعني كيقضي به الله سبحانه وتعالى الديون مع النية. يعني من الإنسان اللي كيكون فيه الدين كتكون عنده النية ديال القضاء أنه إلا كان عند فيه الدين ونوى أنه يقضيه ربي كيسهل ليه مع الأخذ بالأسباب الأدعية والأخذ بالأسباب. وهذا من الأحاديث اللي ربي سبحانه وتعالى اللي فيه الدين كيقضيه عليه واللي بغى الرزق كيجيب الله به الرزق الحلال. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. وعن المشايخ اجتهدوا وكاين اللي كيقول انه اللي كيقرا هذا الحديث من مور صلاه يوم الجمعه من مور صلاه العصر
70 مرة اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك، ربي كيغنيه وكيسد عنه الديون. ايوا ان شاء الله يا ربي تسد علينا الديون كاملين، ديون عن جميع المسلمين يا رب العالمين. واليوم الجمعه بنادم يغتنم الفرصه ويغنينا الله من فضله ان شاء الله. نعاود بالشلحه مجدو مني غالمشاهدين الاعزاء، الخو المعيشه في غرال الغلاء بنادم ما تقديش الصراحه يتصني وداني تفذ ديسن يمعوصا يمعوصا ذا يمعوصا ذا وني غاتجني فنس انه هذه سد الدين قصيدة ربي يتسد خاس يتعاوني يتسد خاس مع الاخذ بالاسباب. يعني قد الدعاء مني غا ومن اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك، يعني سيدي ربي يتعاون يتسني للعبد مني غاس النية الاداء يعني يتقي الاسباب يتعاون الله سبحانه وتعالى. وني وغاي تجي شي رزق ما راه يخدم سي ربي تكاس البركه اسكي يصدع رزق. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك عمن سواك. الفقهاء الحديث اجتهدن ننا مني غينين الحديثة اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك نهار الجمعة اواني تزوجي في مرعاصة هذه قيم خصها جدا مسأثيني 70 يوان سيد ربي إما أنا ذي سدين يتخجص خاص الدين اللي يتعاوني ذاتي خجص ما راه غاسع رزق ناقص يتسكيز دا رزق يسكيز الغينة غينة النفس أولا مهم الغينة تفيق النعة تف سيد ربي يقص البركة تفي تقدث من يعبح. إيوا أتمنى إن شاء الله يعني سيد ربي أخر يفرج من الجامعة يفرج مرة يمسرمن مرة وتمني يتمنى لشان الخاء إن شاء الله. سيد ربي هذا سيسر بريد الناس وتمني ان شاء الله هذا يعجب فيديو. وشكرا لجميع المتتبعين ديالي، شكرا كاع اللي اشترك في القناه ديالي، شكرا على الدعم ديالكم كنشكركم جزيل الشكر. والى اللقاء الى فيديو اخر.